هذا السرير طبعا يفتح على مرحلتين، المرحلة الأولى هذه، المرحلة الثالثة ينزل كذي، يصير هنا طبعا المطبخ، منها المغسلة ومنها التولة. تمام. الحين طبعا وريناكم المرحلة هذه، عدو ولا المرحلة الثانية هذه اشتغلنا فيها، عدلنا الأرضية، خلصنا، جهزنا مكان السرير عدل، جهزنا مكان الثلاجة، جهزنا مكان الحمام. فيبدأ شوي شوي على ما نركب عشان أقدر أعطيكم الفينيشينج مال السرير ومال الثلاجة. الثلاجة طبعا راح تصير جرار سحب هذه، عشان الثلاجة يوم ما أبيها أقدر أطلعها برا، وإذا بغيتها من داخل وأنا موجود أقدر أفتحها وأسكرها. تمام. هذا احنا خطوة خطوة قاعد نمشي معاهم لين نوصل مرحلة مرحلة. احنا طبعا شغال قاعد اسوي المطبخ، وبعدين راح اوريكم شلون جهزت المطبخ. تجهيز المطبخ طبعا مختلف، طبعا يحتاج مغسلة، ومحتاج شولة صغيرة، ومحتاج لجررين ومخزنين حق الماي تحط لك فيهم قلنين صغار، ويمشي معاك الشغل خطوة خطوة ان شاء الله وتشوفونها معانا. هنا عندنا شوف هذا الحمام سويناه لطريقة سهلة، خليناه بطل يتسكر على راحة، نسحب برا هنا اذا بنفضي ولا بننظف الحمام، متى بغينا رجعناه يقعد هنا مكانه. راح يصير عليه غطا هنا يتسكر. شوفها خطوة خطوة. هذا الحين المطبخ كان جاهز فيه. المغسلة. الجرارات. سكر هيدروليك ينزل يسكر بروحه. الجرار نفس الشيء هيدروليك. حطينا فوق درج صغير حق اللي هو الشولة، تنحط داخل تقدر تسكره من فوق بحيث تكون الشولة مخفية.